في هذه اللوحة قطعة ناقصة يكملها أبو مصعب ورفاقه حتى النهاية. النهاية لم تكن عنده بفقد قطعة من جسده، بل كانت البداية لاحتراف مهنة الفسيفساء بعد أن فقد قدميه في قصف على ريف إدلب، ولم يعقه الفقدان بل صار مدربا في هذه الورشة. قبل الثورة كنت أنا أعمل في مجال الفسيفساء قبل الثورة، رجعت بعد الإصابة بقى أخي، رجعنا لمهنتنا الأولي ومارست حياتي طبيعي يعني. فاستدعوني الأخوي في المنظمة زوم إن لإجراء دورة للأخوي المصابين، لأخوي مصابي الحرب. توقفت إحصائية معاقي الحرب في سوريا بعد أن بلغ عددهم قرابة 2 مليون معاق بحسب تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في العام 2016. يجتمع بعضهم هنا في معرة النعمان لتعلم مهنة يزاولونها، ولتكتمل لوحة الفسيفساء هذه لا تحتاج إلا للإرادة. في كذا مهنة بس أنا اخترتها كانها مسلي أكثر. تعلمنا يعني أنه تجيك هالرسمي أشكال هيك ورد، أشكال هندسي بدك تكسر بها الحجار وتصفها. في هذا المكان حيث لا يهدأ ضجيج الحياة، الحياة التي يتمسك بها أبو مصعب بعد أن رمى اليأس جانبا واستمر بالتعليم والإنتاج دون توقف.